خلينا بقى نجاوب على سؤال سارة. يسأل سؤال مهم جدا جدا. الحقيقة، الفرق بين الروح وبين النفس. شوف حضرتك، يعني الروح، يعني ايه الروح؟ احنا درسنا في كتاب في الازهر زمان اسمه شرح البيجوري على الجوهره. شوف فضل الازهر اللي علمنا. صح، مؤلف الكتاب بيقول ايه؟ بيقول لك الروح هي شيء لطيف شفاف يشتبك في الجسد كاشتباك الماء في العود الاخضر. استاذه لمياء، حضرتك تقدري تقولي لي الميه موجوده في حته في العود الاخضر؟ اكيد الميه موجوده في كل حته. فين؟ في العود الاخضر. دي الروح. الروح لا يعرف حقيقتها الا الله. الروح تعلقها بربنا. ربنا لو يسالونك عن الروح قل الروح من امر ايه؟ ربي، وما اوتيته من العلم الا قليلا. وقلت لحضرتك قبل كده ان الروح لها خمس تعلقات بالجسد. تعلق الروح بالجسد وراحت في بطن امه، تعلق الروح بالجسد والواحد لما ينزل الدنيا، تعلق الروح في الجسد والواحد نايم، تعلق الروح في الجسد والواحد في القبر، تعلق الروح بالجسد يوم القيامه. دي خمس تعلقات للروح، وده عايزه موضوع طويل، لو قعدنا نتكلم فيها هناخد فترات طويله جدا. لكن عشان اشرح الفرق بين الاثنين، الشيطان بقى بيوسوس للروح ولا بيوسوس للنفس؟ الاجابه الشيطان عليه لعنه الله يوسوس للنفس، مالوش علاقه بالروح. ليه؟ لان الروح علاقتها بمين؟ بربنا سبحانه وتعالى. وكل واحد فينا يا جماعه مكون من ثلاث حاجات، خدي بالك، جسد وروح ونفس. الجسد حامل الاثنين، حامل الروح وحامل النفس. الروح تعلقها بربنا سبحانه وتعالى. النفس بقى اللي هي اللي الشيطان بيوسوس لها، اللي العلماء قالوا عنها واخالف النفس والشيطان واعصهما، وقالوا النفس كالدابه. النفس دي زي الدابه، اذا ركبتها حملتك، واذا ركبتك هي قتلتك. ويقولون ايضا النفس اذا لم تشغلها بالحق يا ظلم يا شغلتك بالباطل. يقول لك الفاضل يعمل ايه؟ قاضي. النفس اذا لم تشغلها بالحق شغلتك يعني انت تتحكم فيها يا هي اللي تتحكم فيك. فاذا ركبتك قتلت. وعشان الناس تعرف، كل واحد فينا يعرف نفسه ايه يا استاذ لمياء. نفوس الناس سبعه. نفوس الناس سبع انواع. يا ريت كل مشاهد كريم يجيب ورقه له ويكتب وشوف نفسه وصلت لايه، وانا وحياتك برضه وكل من معنا حتى في السن. النفوس سبعه وانا هكتب وراه. اول نوع، ربنا يفتح عليك، اول نوع من انواع النفوس هي النفس الاماره بالسوء. نفس اماره بالسوء. النوع الثاني هي النفس اللوامه. النوع الثالث هي النفس المطمئنه. النوع الرابع النفس الراضيه. النوع الخامس يا جماعه النفس المرضيه. النوع السادس النفس الملهمه. النوع السابع السلامية النفس الكامله. يبقى انا قلت لحضرتك كل واحد فينا قاعد كده يصنف نفسه دلوقتي، يا ترى هو واصل ليه؟ اكيد معظمنا في النفس الاماره بالسوء. يا ساتر يا رب. اردى انواع النفوس. النفس الاماره بالسوء ايه بقى؟ ربنا قال هو ما ابرئ نفسي ان النفس لايه؟ لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. ده اللي هو سايب نفسه لنفسه. يعني اماره بالسوء. ماشي ماشي ورا ما يعني زي ما تقول له. نفس اماره بالسوء بتنام وتحط دماغها على المخده مغلوله متضايقه، فلانة عندها وانا ما عنديش، ده جال ولا ما جاليش، اما اصحى الصبح اعمل كذا، اما اصحى الصبح انتقم من فلان، اما اصحى الصبح افتري من فلان. ودي نفس مبيته النيه على الشر. على الشر. بتقوم من النوم مكسره، تقوم من النوم مدشدشه، تقوم من النوم تعبانه، تقوم من النوم متضايقه او مخنوقه لانها مش راضيه، مش صبره، مش متوكله على الله. ساعات الواحد يوم يقول لك موخم، انا مالي النهارده كده، وعصبي وبيتخانق مع اي حد، بيتخانق مع دبان وشه. فالواحد فسبحان الله. فدي نفس اماره بالسوء، دي نفس وحشه قوي. علاجها انها لازم تراجع نفسها، لازم تعيد النظر في ايمانها، تجدد ايمانها كل شويه، تعلم ان الامور بالمقادير، وده عايز جهاد كبير قوي يا استاذ لمياء. بنتكلم عنه فيما بعد. لكن النوع الثاني عشان بسرعه عشان وقتنا، النفس اللوامه. ايه النفس اللوامه دي؟ بتعمل خير وبتعمل شر، وتيجي بالليل كده قبل ما تنام تلوم نفسها. لا، انا زعلت مراتي النهارده، انا لا يمكن حاسبها تنام زعلان، انا هصالحها فورا. لا، انا كلمت فلان بطريقه وحشه النهارده بالموبايل، لا انا هعتذر له، حتى مش ببليه الصبح، لا دلوقتي هرفع السماعه واقول له يا فلان حقك عليا انا زعلتك، يا فلان حقك عليا انا زعلتك. يبقى ده اسمها النفس الايه؟ اللوامه. بتعمل خير وبتعمل شر. علاجها ايه النفس اللوامه دي؟ كل يوم لازم تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وحوت على كل شيء قدير. لان تجاهد نفسها. ها؟ تجاهد نفسها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الشيطان بيضحك عليها، بياخدها شويه يمين وياخدها شويه شمال، لكن نفس نحسبها على حق، بتعمل خير وبتعمل شر، ويمكن ربنا يتوب عليها ويكرمها عندما تصلي لله سبحانه وتعالى. النفس الثالثه المطمئنه. بس استاذنك اطمئنت بيه يا زلمه، يعني
اطمأنت بذكر الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا قال إيه؟ الذين آمنوا وتطمئنوا إيه؟ قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالنفس المطمئنة بتذكر ربنا سبحانه وتعالى. دايما مطمئنة إن رزقها هيجي لها، مطمئنة إن ما حدش إنها مش هتموت لا ناقصة عمر ولا ناقصة رزق. سايبة توكلها على ربنا. بتعمل اللي عليها. بس شعارها اتخذ الأسباب وكأنها كل شيء ثم اعتمد على الله سبحانه وتعالى وكأن هذه الأسباب لا شيء. يبقى ده عند النفس رقم كام؟ ثلاثة. عند النفس رقم أربعة الراضية اللي هي بقى هي الراضية بقضاء الله وقدره، مسلمة قوي. يستوي عندها جالها ذهب أو جالها فول وطعمية أو جالها أي حاجة، أي أكل عندها يستوي عندها ده ويستوي عندها ده. دي النفس الراضية. ايه الفرق بقى بين الراضيه والمرضيه؟ هتسالني السؤال ده مهم. النفس الراضيه هي راضيه بقضاء ربنا، المرضيه بقى هي ايه؟ قال لك هي المرضي عنها في عالم الملكوت الاعلى. يا سلام. الملائكه فوق يا استاذ الانبياء بيتكلموا عليها. الملائكه فوق ما لهمش سيره الا هي. اعمالها بتطلع لربنا ريحتها حلوه، فالملائكه بتشم ريحه طيبه، اعمال مين دي؟ اعمال فلانه الفلانيه. فلان عصبها ما تعصبتش، عملت كذا، اطاعت ربها، تدعو لها الملائكه. زي دليل على كده ايه؟ ان جبريل عليه السلام كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، فمر عليهما سيدنا ابو ذر الغفاري، بمر على مين رضي الله عنه؟ مر على جبريل ورسول الله وهم قاعدين، فقال جبريل، خد بالك، جبريل قال يا رسول الله الرجل اللي ماشي ده هذا هو ابو ذر الغفاري. الرجل اللي ماشي انا عارفه، ده جبريل فوق عارفه. جبريل عليه السلام قال له هذا هو ابو ذر الغفاري، ولو سلم علينا لرددنا عليه السلام. لو قال لنا سلام عليكم هرد عليه السلام. فتعجب النبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا جبريل او تعلمون ابا ذر في عالم الغيب؟ انتوا عارفين ابو ذر فوق في السماوات العلى؟ انتوا عارفين ابو ذر فوق في الجنه وعند الحق وعند سدره المنتهى والاماكن دي كلها؟ فقال يا رسول الله والله جبريل اللي بيحلم. وليه؟ والله هو في عالم الملكوت الأعلى أشهر منه في عالم الأرض.